الله لأنه ما في وطن خارج بدون نساء حرات من طالب حرية المرأة تخفيف العنف بإزالة العنف بإزالة الانتهاك ضد المرأة وطبعا هون عندنا مسيرة مثل ما شايفين بتقودها النساء كلنا نساء شباب أطفال بنطالب بحقوق المرأة بإنهاء العنف لأن المرأة طبعا نص المجتمع هي اللي بتربي النص الثاني لازم تكون حرة عشان تربي جيل خارج جيل تحرير يقدر يحرر فلسطين.